السلام عليكم. ايه يا عم، كنت فين كل ده؟ اتاخرت كده ليه؟ كنت باخد اللقاح بس. كويس انك قلت، بس كمان كنت مسجل ومستني دوري. يا معلم مالك في ايه؟ يا معلم مال دراعك؟ لا يا عم، ده ورم خفيف بس قالوا لي مكان الحقن. كل ده من الورم؟ لا لا لا، مفيش اي حاجه خالص، وانا باين عليا حاجه ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجه خالص، لا مفيش حاجة. هو مفيش حاجه فعلا، الله يرحمه. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بتاع الشطب. 31 ديسمبر 2019 اتبلغت منظمه الصحه العالميه او الـ WHO ان في مصابين في الصين بالتهاب رئوي، وساعتها ما كانش حد عارف السبب. ويوم 7 يناير 2020 تم التعرف على الفيروس اللي سبب التهاب الرئوي، وهو الفيروس اللي احنا عارفينه النهارده باسم فيروس كورونا او COVID-19. ويوم 30 يناير 2020 اعلنت منظمه الصحه العالميه ان تفشي فيروس كورونا في الصين اصبح حاله صحيه طارئه عالميا لحد يوم 11 مارس 2020. وفي اليوم ده اعلنت منظمه الصحه العالميه ان فيروس كورونا اصبح وباء عالمي. كل الاوقات دي عشناها وعشنا معاها اوقات كانت حلوه بالنسبه لنا، زي تاجيل الدراسه والابحاث والغاء الامتحانات، ومنها اللي كان رخم زي الكمامه والكحول ومنع التجمعات والانشطه. طب فيروس صغير زي فيروس كورونا ايه اللي يخليه خطير بالشكل ده؟ وبقالنا سنه ونص عمالين كل يوم نعد في مصابين ووفيات ونعمل حظر ونشيل حظر. مشكلته الاولى والاساسيه هي سرعه وسهوله انتشاره المهوله، عشان كده اول حاجه اعلنوا عنها هي طرق الوقايه زي الكمامه، وان احنا نطهر اي حاجه بنلمسها بالكحول، والاجراءات الاحترازيه والتباعد، وكل ده بس عشان يقللوا انتشاره. هتقولي لو هو صعوبته في انتشاره، طب ليه اعداد كتير بتموت؟ بس انت فاكره ان انت كده هتحرجني مثلا؟ لا طبعا انا عارفه الاجابه، بس انا هرد عليك بسؤال: هل ممكن حد يموت بسبب الانفلونزا العاديه بتاعتنا؟ والاجابه للاسف اه. سنه 2020 كان في 22 الف حاله وفاه بسبب الانفلونزا الموسميه، وكان في 38 مليون مصاب. شفت الارقام على طول عاليه ازاي؟ بس انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. ولو انت بقى مهتم وليك في جو الارقام ده، شوف حلقه الانفلونزا الاسبانيه هتعجبك. يبقى كده دلوقتي اتفقنا ان الوفيات الكتير بسبب الانتشار الواسع للفيروس. وعشان نرجع زي الاول، العالم جرب حاجات كتير قوي. يعني في دول مثلا جربت تعمل حظر وتمنع الانشطه لمده اسبوعين على امل ان المصابين يخلصوا فتره اصابتهم من غير ما يعدوا حد، بس يا فرحه ما تمت. للاسف الطريقه دي اثبتت فشلها الذريع، ومن هنا العالم كله ما كانش عنده اي حل لمواجهه فيروس كورونا، والدنيا ابتدت تسود في عينيهم لحد بدايه سنه 2021، لما منظمه الصحه العالميه وتحديدا اداره الغذاء والدواء اصدرت ترخيص استخدام طارئ للقاحات فيروس كورونا. ومن هنا العالم كله بقى عنده امل ان الفيروس خلاص هينتهي. بس هو يعني ايه لقاح اصلا؟ اللقاح ليه كذا طريقه بيتحضر بيها، لكن مش مهم نعرفها قوي ومش هتاثر على فهمنا للموضوع. لكن اللي يهمنا ان اللقاح ماده بيولوجيه هدفها الاساسي انها تكسب الجسم مناعه ضد عدوى معينه. يعني في حاله فيروس كورونا مثلا، فاللقاح بيديك مناعه ضد فيروس كورونا، فلو حصل واتصاب ده بيخليك تخف اسرع ومن غير ما يحصل اي مضاعفات. ومش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. اللقاح ليه فوائد تانية كتير، يعني مثلا اللقاح بيقلل فرصة اصابتك بالمرض، وحتى لو اتصبت بيقلل نسبة انك تعدي غيرك، وده اللي يوصلنا لمناعة القطيع، وكمان بيقلل حدوث اي تحورات فيروسية. هتقول انا لسه متطمنتش وعايز حاجة اكيد اتطمني، هقول لك حاضر رغم ان اسئلتك كترت الحلقة دي. انا هقول لك احصائية بسيطة جدا. في يناير 2021 انجلترا كان ممكن تسجل اصابات في اليوم الواحد حوالي 50,000 اصابة، ممكن توصل الوفيات ل 1800 حالة وفاة في اليوم. ارقام صعبة مش كده؟ لكن في مايو 2021 نزل اعداد المصابين ل 2000 حاله بس في اليوم. ولو انت شايف ان لسه الارقام دي كبيره، مش هقول لك لا، بس المفاجاه هنا ان الوفيات نزلت لاقل من 20 حاله في اليوم. انجلترا كانت بؤره للفيروس، بس قلت فيها الاصابات والوفيات بنسبه 96%، وده لان 70% من سكانها اخذوا على الاقل الجرعه الاولى من اللقاح. وفي يناير 2021 كانت اول خطوات مصر ان هي تبتدي تقضي على الفيروس، بان هم وفروا اللقاح للاطقم الطبيه اللي بتواجه الخطر كل يوم. واللقاحات الموجوده دلوقتي في مصر هما نوعين، السينوفارم والاسترازينيكا، والاثنين تمت الموافقه عليهم من منظمه الصحه العالميه. النوع الاول اللي هو السينوفارم الصيني بيتاخد على جرعتين، والفرق بينهم بيبقى حوالي 21 يوم. والنوع الثاني اللي هو الاسترازينيكا البريطاني بيتاخد برضو على جرعتين، بس بيبقى الفرق بينهم 3 شهور. وفي انواع ثانيه لغايه دلوقتي مصر بتحاول توفرها في الفتره اللي جايه. واللقاح ممكن يسبب شويه اعراض جانبيه خفيفه كده، زي مثلا التورم مكان اللقاح، والحمى والصداع والالم والارهاق، بس كلها بتبقى اعراض خفيفه، يعني اي مسكن خفيف ممكن يخلي الاعراض دي تختفي خالص. اللقاح مجانا وامن جدا من اي مخاطر، وبس لو 70% مننا اخدوا اللقاح هنقدر نرجع لحياتنا الطبيعيه تاني. بس لما ترجع لحياتك الطبيعيه ما تبقاش تنساني وتعالى اتفرج عليا. انا مارينا اهام بتاع الشطب.